هوية بريس نحو إعلام هادف. في السياق السياسي واحد تيار في هذا الإطار ديال النقاش على الموضوع خرج كل ما في الجعبة ديال ما خلى سنة ما خلى قرآن لقى أصفوا بالتخلف استغفر الله الكلمة هذه نتوما تسموكم نتوما الكهانوت كيتكلموا نتوما الكهانوت ماشي غير نتوما الإمام أحمد لا لا كل شيء شخص ابن تيمية من بعد منه وخصوصا من اللي تلقى الإمام أحمد مع ابن تيمية في الحبس تلقاه في السجن. كيفاش كتشوف السياسي النقاش حول هذا الموضوع هذا واخا شي في الحقيقه كيبكي اكثر من هو من باب شر البليه ما يضحك. هما هادو غير اللي باين في الصوره والا كاينه مجموعه الناس كتسمى الافكار كاين اللي فيهم في الحقيقه عنده واحد المكنه في الحجاج وفي النقاش يقدر يشوش على افكار الناس وكاين الناس اللي عندهم واحد البلاده بحال اللي تفضلتي دابا بين اللي شيخ الاسلام تيميه كان مع الامام احمد معنا كتفرقهم سنوات هما هادو كيفاش كتقرا هذا المشهد السياسي؟ لا هما هادو انا كنقول لو نعطيك مثال تفضل الفرق ديال في الازمنه هو شخص كان غادين في السفينه غادي يقطعوا من مصر غادي يمشيو للجزيره العربيه باش يمشيو للمدينه وكان معهم عدد من طلبه العلم قاصدين باش يمشيو عند الامام مالك رحمه الله وهما في الطريق كان واحد السيد كان كيتكلم فيهم بالرقائق وعاود القصصات وحكايه الاحوال وكذا باب انه تيرقق زعما تيرقق القلوب فنزلوا للمدينه وجلسوا كل واحد غادي يمشي يقضي غراض هنا الى اخره فناض هذاك صاحبنا وقف في السوق وجلس هو كيعاود داكشي ديال القصصات الى اخره فاذا بالدراري الصغار جلسوا تيشيروا عليه بالحجر الدراري الصغار ديال الكتاتيب وداكشي تيشيروا عليه بالحجر ملي بلغ الامر الامام مالك رحمه الله قال لهم وقد احسنوا اذ فعلوا علاش انت جاي بغيت تعاود قصصات شي بريكول كنتي كتبريكولي به ربما في شي دوار في شمال افريقيا من مصر وانت غادي وكتلقى ناس على قد الحال في العلم وعلى قد كيستانسوا داك الشويه اللي كتقول لهم الى اخره وتعجبهم الحال يبكي ولا كذا ولا يضحكوا ويمشيو بحالاتهم. ملي مشيتي للمدينه المنوره مشيتي لمرتع العلم الدراري الصغار ضابطين حافظين صورهم غتجي انت راه بحال واحد جاهل وجاي باغي يعتري واحد الكرسي مثلا في شي جامعه مثلا الى اخره وباغي يبدا يعاود للناس على انه تخيل انت مثلا غادي تمشي مثلا لقسم الكيمياء في مثلا في برينستون وغادي تجلس مثلا مع الطلبه ديال الدكتوره واول ما جلستي قلتي لهم ها انت راه الماء ملي كنسخنوه راه الى وصل 100 درجه راه كيبدا يتبخر راه غيدخلوك للحبس هذه ما فيها لا هذه ولا هذه كيقول لك ما يمكنش هذا نفس المبدا لكن ملي كيولي كيرتع عندك الجهل بالدين والجهل بالابجديات ديال الفكر بعدا النقدي لان الله عز وجل اعطانا اصول واسس في القران الكريم في الخطاب القراني ديال الحجاج العقلي القاضي ديال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون هذا حجاج عقلي قال فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي هذا حجاج عقلي فملي كتعطيك الاسس ديال هذه المساله هذه ملي الناس كيكونوا عندهم الحد الادنى ديال القران الحد الادنى ديال حجيه السنه الحد الادنى ديال حجيه الاجماع مكانه الصحابه مركزيه الدار الاخره اهميه النبوات اهميه العقل عندهم مكنه عقديه كاينه مكنه عقديه القدره على التحليل على التفكيك على التجميع على التركيب هذه كلها امور ماشي بشرط تسميها بالميتا لونغاج تفكيك تجميع تركيب لكن راه الانسان مثلا شاب قرا القران حفظه تيدوز تيحفظ المتن مثلا ديال الاجروميه تيحفظ معاه ابن عاشير تيحفظ معاه مثلا كذا تيدوز تتولي عنده القدره ديال ملي كيتسول مثلا يسولوا الشيخ الا كانت هذه وطرات كذا تيبدا يجبد الاصل مثلا الفقهي مع القاعده الفقهيه كيجمع بيناتهم تيخرج ليه الحكم تيصوبوا طيب موطن الشاهد عندك موطن الشاهد هو ملي كيكون عندك عقول ربيتها على بحال هذا تظن غيجي عنده واحد يقول لي راه الامام احمد اتفق هو وابن تيميه وهذاك في القرن الثالث وهذاك في القرن السابع ويجي عنده يقول لي راه تلاقاو في الحبس وحده في جوج اما كتخرف براه ما زادش على هذاك الاخر قال لي ابن تيميه قال لي راه تابعت لي ذاك البرنامج اللي كان كيديروا في اقرا قال لي الفكر ديالو كله داعشي وكله ارهابي ابن تيميه في اقرا راه هادشي راه يقدر الناس يجيهم داك الشيء شويه سفيه لكن والله العظيم السفاهة في المجال الديني لا وصلنا لهذه المساله هذه علاش لانه غنجيو نقلب وليداتنا شنو كيقراو كاع للدين ديالهم في النظام التعليمي غنجيو للاعلام اش كيعطيهم كاع الاعلام في البرامج ديالو اللي كاين اشنو كنربيو يا سيدي خلينا من الدين غير على المستوى ديال هما كيدعيو التنوير والعقل الوعي والوعي شنو كنعطيو لوليداتنا في القضيه ديال الوعي حنا كنشوف وليداتنا تتخطفهم
بعض المقاطع ديال الفيديو تحقق مشاهدات بمئات الملايين. زين اللي ذكرتي شنو فيهم؟ فيهم من السفه ما هو غريب. فيهم واحد جالس من هنا، وحده جالسه من لهي، وتيتكلموا مع بعضياتهم، وإلا عجبها كتقول ليه بقى معايا، إلا ما عجبهاش كتضغط على الزر وتقول لي حيد. إلا ما كانش هذا أسوأ دركات النخاسة الجديدة في القرن 21، يقدر يقول لي شي واحد شنو واجي. هذا هو السؤال ديال المحور الثالث السياسي، وربما سبقتي ليه. داك الفيديو جديد. الفيديو الذي أثار الرأي العام ديال ديك الفتاة اللي لابسة واحد اللباس انت عارفه كداير، كثير من المتابعين تعرفوه. وبالمناسبة أي مقطع فيديو الآن تتسول عليه شي واحد تلقاه منتشر. دراسة بريطانية قالت بأن 28 مرة في النهار الإنسان كيقيس الهاتف دياله بمعدل 10,000 مرة، هذا الإنسان العادي. أما المدمن راه هذه الأرقام هذه ما يمكنش قياسها. هذه الفتاة هذه ظهرت في هذا المقطع فيديو، واعتبروا كثير من المتابعين سوق النخاسة كتعزل واحد من 4 أو 5 الشبان من وراء واحد الستار موعدة عمياء، ومن بعد صفطت الكلب ديالها يأشر عليه. السلطات الامنيه دخلت، اعتقلت ماشي اعتقلت ولكن منعتها من الخروج خارج مغادره التراب الوطني، واعتقلت في نفس السياق واحد جوج الشباب بسبب واحد الاغنيه تاعي كتشجع على الدعاره وعلى التحرش وغير ذلك. سياسيا ما كتشوفش بان تيك توك فيسبوك خاصه تيك توك فيه مئات الالاف المقاطع من هذا النوع هذا. صحيح ان المقاربه ديال الزجر مهمه ومهمه جدا خاصها تبقى، ولكن علاش ما كنتكلموش على المنبع ديال هذا الفساد؟ ملي كيجينا هذا الفساد السياسي لا هو هنا الشباب ديالنا راه ماشي غير كيتفضل تير، ماشي حنا داوين القابليه موجوده، حنا داوين عليه. انت كتجي عند ناس لا انت قريتيهم مزيان النظام التعليمي، انا كنقولوا هذه راه سنوات وحنا كنتكلموا على هادشي، ودواو فيه ناس قبل منا من اللي هما اهل الاختصاص اكثر منا، حنا دواو فيه بسنوات من قبل. قال لك النظام التعليمي ديالنا صار قائما على الشحن والتفريغ، قائما على الشحن والتفريغ. والتفريغ غادي نعمرك ابتداء من شهر 9 مجموعه من المعلومات، ماشي العلم، مجموعه من المعلومات، وغادي نطلب منك انك غادي تخويها اما في الامتحان ديال شهر 1 وشهر 6، او الا عندك امتحان واحد فحال الجهوي ولا الوطني غادي تجي تخويها في شهر 6. بلي غتخرج انت من شهر 6 ما عندكش ادنى حصيله فكريه جمعتيها ولا علم مركب جمعتيه، لان ما كاينش عندنا بكل بساطه ما كاينش عندنا العلاقه ما بين المعلومات اللي انا كنقريهم ليه. يعني الدري مثلا تتقريه في التاريخ الحرب العالميه الثانيه كيقراوها جوج مرات بين قوسين على الاقل، كيقراوها جوج مرات في الباركور ديالهم، كيقراوها في التاسعه وتيقراوها في سنه اولى بكالوريا نفس الدرس كيقراوها جوج مرات. فملي كيقرا الحرب العالميه الثانيه 1939 لا هي مهمه، هي مهمه جدا، لكن كيقراوها كمعلومات. الحرب العالميه الثانيه بدات 1939 سنه 1945 عندها اسباب عندها نتائج عندها كذا عندها كذا. لكن ملي السياسيين في هذا الاطار بسم الله المقاطعه علاش ما كيتقراش تاريخ المغرب بمحطته المهمه والبارزه؟ ما هذا السؤال يجب ان يطرح، يجب ان يطرح على الناس اللي كيحطوا البرامج التعليميه، لان مؤثره حتى الان. شنو راه هي اللي غتخلي اكس ليفان شنو كان وراها شنو حيت ملي ما عندها حتى معنى انني كنقري ولدي على الثوره الفرنسيه مثلا ديال 1789، ولكن ولدي ما قاريش مثلا على الاقل مثلا في مقررات ديال التاريخ. ودابا هذا ما بقاش شي حاجه اللي نقولوا في الثمانينات كان داكشي مخبي، في التسعينات من يلاه خرجوا الناس من تازما مارت يلاه الناس شي كتهضر شي كتهضر عليه، داكشي باقي داخل في الطابوهات ديال البلاد الى اخره. صافي راه دارت المبادره ديال الانصاف والمصالحه، ودارت القضيه ديال القطع مع سنوات الرصاص، القطيعه مع سنوات الرصاص، ودار هادشي كله. ولات عندك شي حاجه قنوات عالميه، احمد المرزوقي الف الكتاب ديالو ديال الزنزانه رقم 10، استضافته الجزيره في شاهد على العصر تقريبا شي 10 ديال الحلقات. يعني الناس كلها ولات عارفه هاد المسائل كلها. علاش في التاريخ مثلا ما كنقراوش على محاولات الانقلاب اللي دارت في 1971 في الصخيرات و 1972 في قنيطره؟ غير باختصار مثلا احنا في التخصص الجامعي. لا 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 انا دويت لك، انا دويت لك غير على مسائل بحال هاد الشكل، حيت هذه راه ولادنا خصهم يعرفوا انه كيف كان محاوله ديال انقلاب عسكري شحال هذه، دابا كاينه محاوله ديال انقلاب فكري. فالدراري خصهم يربطوا انه راه فرق ما بين هذه وما بين هذه، ويشوفوا دول اللي وقع فيها انقلاب عسكري ملي شدها العسكر كيفاش الامور ولات. ملي العسكر ما بقاش في التخصص ديالو اللي هو حمايه الحدود ديال البلاد، ودخل لدواليب السياسه فين جر عباد الله. من الامور اللي قالت لك اليابان انا خصني ما نبقاش نعاود معاها الهضره، هو انه ما نبقاش نخلي العسكر خارج الثكنات العسكريه ديالو من اجل حمايه الحدود. قالت لك ملي العسكر هما اللي شدوا لنا الرئاسه ديال الامبراطوريه، قال لك خشونا في الحرب العالميه الثانيه، رجعوا السياسي رجعوا للمساله ديالنا محل الشاهد. قلنا القضيه ديال الحرب العالميه الثانيه علاش قلتها؟ قلت الحرب العالميه الثانيه هو انه كنقري الدري مثلا في التاريخ
كيقرا 1945 سنه الحرب العالميه الثانيه ملي كيدخل الجغرافيا ما كنقولش ليه راه في هذيك الحرب العالميه الثانيه فين تنجات لينا البنك الدولي صندوق النقد الدولي وهيئه الامم المتحده ومجموعه من الامور. هويه برنس نحو اعلام هادف.